جد حبيبي، جده كان راجل عظيم كفا، بنى نفسه بنفسه، اتهجر من السويس، كان مشيب ثلاث دول هناك، انجلترا وفرنسا واسرائيل. انجلترا كانت عاملة مكافأة للي يوصل له 500,000 جنيه استرليني، تخيل، ما يدروش يوصلوا له، كانوا مسميينه كساب الجن. جدك كساب يا حبيبي؟ كان نصاب وحرام وعمره ما راح السويس. وبطل بقى ما تعصبنيش يا طارق، ماما من فضلك من فضلك من فضلك ما تشوهيش تاريخ الراجل اكتر من كده يا ماما، معلش يا حبيبي. ما تسمعش كلام تيتا، تيتا اصلها كبرت و بتهرج يا حبيبي بتهرج. فريدي حبيبي، مش قلنا ملناش دعوه بالكبار ونخلينا في نفسنا؟ يلا تعالى عشان ناكل. يعني ايه ملناش دعوه بالكبار؟ امال القدوه بتيجي منين يا مدام؟ جدك يا حبيبي كان بطل، بطل كبير ولازم كلنا نفتخر بيه. بطل؟ يعني ايه بطل؟ بطل يعني بطل يعني زي السوبرمان، زي باتمان، دول يعني جده كان بيعمل الحاجات اللي مفيش اي بني ادم عادي يقدر يعملها. بالظبط كده، اهي دي بقى عندك حق فيها يا طارق، جدك يا حبيبي كان فاجر وقادر. ماما من فضلك. مش قلنا يلا ناكل بقى؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.